يعني رغم الظروف الصعبة في الأنبار، لكن هناك من يحاول إعادة الحياة إلى طبيعتها ولو بابتسامة. هناك حملة لمجموعة من الشباب في محاولة لإعادة الروح، الحياة، الابتسامة، الأمل، التفاؤل للناس من خلال حملة يمكن هي تعتبر بسيطة بفكرتها، لكن هي أكيد عظيمة بمعناها والهدف منها. توزيع تفاحة لكل شخص لكن على شرط أن يبتسم. الابتسامة مطلوبة ومهمة، ويقال الدراسات الأخيرة تقول أنه الإنسان الطبيعي لازم يبتسم أكثر من 50 ابتسامة باليوم. إحنا يعني على الأقل نحصل واحدة ابتسامة، خاصة أهالي الأنبار، إن شاء الله ترجع الابتسامة على وجوه الجميع. ونشكر الشباب في الأنبار اللي يحاولون رغم المعاناة خلق جو من السعادة والمرح لأهلهم. نروح نشوف. طبعا اول شيء نعرف عن اسم الحمله. الحمله هي اسمها ابتسامتك تفاحه. قد يكون الاسم الغريب، لكن انه بسبب الوضع اللي صار لمحافظه الانبار صار بعض العزوف في مجال الدراسه والتقبل الدراسي بسبب يعني الاوضاع الغير مستقره والخوف الاهالي. اطلقنا حمله قبل هذه حمله انه ضد العزوف في مجال الدراسة. الحمد لله انه قدر انه ناخذ 50%. فهاي ابتسامتك تفاحة راح نرسل عبر هاي الصور وعبر القنوات وقنواتكم، انه راح نرسل صورة ايجابية للطالب لمحافظة الانبار والكليات الموجودة في محافظة الانبار، انه اول شيء انه طالب الكلية هو طالب سلام، طالب محبة، طالب علم، مو طالب ارهاب او ما يدعون بعض الجهات انه احنا ارهابيين وغيره. احنا مجرد طلاب نريد ندرس ونريد مستقبلنا نحقق اهدافنا. ايضا انه نزرع الابتسامه بوجود بسبب الشحوب اللي صار بسبب الارهاب وسبب القتل وبسبب الاضطهاد النفسي وغيره الفكري. يعني هي مجرد انه تمويل ذاتي من بعض الشباب. طبعا كنا احنا طلاب، احنا كان عندنا زي معرف واللوجو كامل، لكن انه احنا طلاب فحبينا ندمج نسوي كونكت بين الفكره وبين الطلاب. احنا جينا ندرس وجينا نبتسم وايضا نبسم ونضحك الطلاب الموجودين ويانا زملائنا. كم شاب متكون هاي الحمله؟ احنا الحملة تقريبا 20 شاب وموجودين يعني يمنا الشباب كلهم، وكلنا من مرحلة واحدة وفكرة واحدة وديولوجية واحد. فحبينا انه نطلق هذا مثل ما احنا نضحك، لازم نضحك الناس الشباب مجرد ابتسامة. وهاي حبينا انه هدية بسيطة جدا من تمويل ذاتي. الحملة مالتنا ابتسامتك تفاحة هي إيصال رسالة لكل الجهات المعنية على الظروف اللي رغم الظروف اللي تمر بها محافظتنا، على أنه طالب الأنباري مصر على الدوام وعلى الاجتهاد وعلى المواصلة وعدم ضياع السنة يعني علينا احنا كطلاب، لأن تعرف أنت مثل ما تعرف عقبات هواية ويا الطلاب، وأكو أصوات يعني تمنع الطالب أنه يجي ويكمل ويداوم. رغم هذا احنا اجينا هسه واجينا قبل الانتخابات مجموعه من الشباب انطرحت علينا فكره انه نوصل الرساله هاي لكل الناس. خل تعرف انه جامعه الانبار متواصلين بالدوام الحمد لله والشكر، وبها فد شباب واعي مثقف جاي نشتغل على ايصال هاي الرساله ان شاء الله. والحمله مالتنا مستمره بالجامعه وبالشارع على مود نثبت انه مدينه الرمادي ما بها الشيء اللي متصورته العالم من ارهاب ومن قتل ومن غيرها. احنا ما خلينا اهداف اساسيه، احنا مجرد انه نشأنا بيها هاي الفكره كون نعكس الصوره اذا كانت سيئه عن الدوام او جامعه الانبار او الوضع اللي تمر به المحافظه. مجرد انه ردنا نعكس صوره انه احنا مواصلين الدوام
ومجتهدين بهذا الشيء، رغم انه صارت الظروف عكست شيء سلبي على الطلاب. طلعنا هاي الفكره احنا مجموعه من الشباب، تمويلنا الذاتي والفكره من عندنا احنا طرحناها، بانه نزرع بسمه تعكس الصوره اللي مر بها الطالب قبل فتره. مرة أخرى نحيي الشباب، لأن ظروف الأنبار صعبة، وبالتالي لما تكون هناك حملة أكيد مو سهل أنه يطلع مجموعة من الشباب رغم الظروف الصعبة.